Cause with a recitation from the Holy Qur'an by an aged but beautiful reciter of the Qur'an, Sayyid Abdul Qadir, who was born in Syria but is presently resident in Cape Town. I call upon Brother Qadir to recite a few verses of the Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. We will start off the evening with a recital of a portion of the Holy Quran by Imam Fawdi Cornelius. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما أولئك هم الفاسقون لو أنزل
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم Verily Allah has spoken the truth. Assalamu alaikum. I call on Maulana Qari Hafiz Faizur Rahman of Pakistan, presently based at Darul Uloom Chatsworth, Unit 7, to recite the Qur'an. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى يوم نحشر المجرمين يوم نحشر المتقين إلى ونسوق المجرمين إلى جهنم
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي رؤوف بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful, we will start the evening with a recital of a portion of the Holy Quran by Abdullah Hudsonberg. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وبالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال الحق من ربك فلا تكن من الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم Verily Allah has spoken the truth. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious,
most merciful. We welcome you one and all here tonight in the Kensington Civic Center. We will ask Imam Faldi Cornelius to start the evening's proceedings for us with a recital from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى سمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض منهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العلي العظيم. Verily Allah has spoken the truth. Adjoining the Jumma Masjid Durban are the offices of the Islamic Propagation Center International. The center began its modest activities in 1958, over 25 years ago. With one dingy office. In time, the center was forced to acquire two more offices. Now, with warehouses facilities in three different places, it is finding all its facilities still inadequate. The Porbandar Madrasa Trust, a charitable organization, has taken pity on our plight and have set in motion a plan to build a ₹250,000 project in the mosque square, next to the Jumma Masjid itself. From printing and publishing pamphlets and booklets on Islam, the Islamic Propagation Center has reached the 100,000 target for each of its publications as a first print. From booklets and cassette tapes, the center has now ventured into the video field. The center can boast a unique distinction of offering more than 20 different video programs on Islam. Subjects like Christ in Islam, is Jesus God? What the Bible says about Muhammad? Muhammad the greatest. Islam and Christianity. Is the Bible God's word? Was Christ crucified? And on and on. We urge every Muslim who own a video machine to create a library of our world-class video tapes and make his home a miniature TV station of Islam and inviting his Muslim and non-Muslim friends to see them. May Allah reward you in all your sincere efforts in propagating his deen.
الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah.
ربنا الله ثم
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء فليتوكل
توكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل
الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم. To this, the Maple Leaf Gardens in Toronto, Canada. Before we start this symposium, we will ask our Qari Sirajuddin to recite a portion of the Qur'an, the Book of Guidance, so we can invoke the blessings of God Almighty on this program. Qari sir. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan 'azima. Wa bi kufrihim wa qawlihim بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنَّا لِلْكِتَابِ يكون عليهم شهيدا صدق الله العظيم. Start the evening with a recital of a portion of the Holy Quran by my brother on the immediate left, Mr. Abdurrahman Sadin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك أبدا أيحسب أن لم يره أحد قَتَحَ مَلْعَقَبَةً
MashaAllah. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق
الحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين إن شاء ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشد يَدَيْهِ أَبْتَغُونَ فَضْلًا
قال إن
فقولي إني
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Is Qari Abdul Rashid Brown. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم
أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما جزاء يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن
كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العظيم. By Muazzin Musa of the Great Masjid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
هديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإن ما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
إذ قال لأبيه